أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف العقيد ركن تركي المالكي، أوضح أن منطقة صعدة وعمران باليمن هي منطقة تحرك ميليشيات الحوثي الإرهابية، ويتم منها إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة، وهي ضمن أولويات قوات التحالف المشتركة، حيث يتم تدميرها واستهدافها لما تشكلهم من تهديد. لا تزال منطقة صعدة وعمران هي منطقة لتحركات الميليشيات الحوثية في الصواريخ الباليستية، ضمن الأولويات لقيادة القوات المشتركة تحييد وتدمير هذه التهديدات، وتشمل الصواريخ الباليستية وأيضا الطائرات بدون طيار وطرق الإمداد للميليشيات الحوثية. حتى الآن 205 صواريخ باليستية تم إطلاقها باتجاه المملكة العربية السعودية. عدد الصواريخ خلال الفترة لا يوجد ولله الحمد. تشاهدون مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية من الداخل اليمني باتجاه المملكة العربية السعودية. أيضا لا تزال الميليشيات الحوثية تقوم بزرع الألغام، وخصوصا في الطرقات وفي المزارع. وضمن جهود التحالف أو مشروع مسام، تم خلال الأسابيع الثلاث الماضية كما تشاهدون أمامكم الأرقام في نزع الألغام والعبوات المبتكرة من الميليشيات الحوثية.